التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. نعم، نعم، أي نعم. وجد من يصحح ما عليه اليهود والنصارى وغيرهم وقالوا هؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم لا تقل عنهم كفار. لماذا؟ لهذه الحجة الباطلة. نعم، طيب كيف نرد عليهم؟ نعم، نعم، أن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، ولا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعته عليه الصلاة والسلام، فكل من بلغته الدعوة ولم يسلم فهو كافر، بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، وكان يهودي أو نصراني وغيره. الثاني، نعم، أي نعم، أن هناك أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وهذا يتبع المتشابه ويترك المحكم، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب إذا دين باطل. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا أسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. الثالث، نعم، نقول أثبت لنا هذه القصة أولا، صحيح؟ نعم، من قال لنا أن الخضر نعم تخلف عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام؟ ثانيا، لو ثبت هذا فليس بحجة، لأن هذا شرع من قبلنا. طيب، نعم، إذن كل من بلغته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان. نعم.